اعتقلت السلطات السعودية رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قراجة عند قدومه لأداء مناسك العمرة، كان ذلك في شهر مايو أيار الماضي. مصادر مطلعة أشارت أن سبب الاعتقال يعود إلى تعميم وإصدار السلطات التونسية بطاقة جلب للأنتربول العربي، وقد طالب مكتب النائب العام الليبي عدم تسليم رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن محمد قاجة إلى السلطات التونسية وتسليمه للسلطات الليبية في الأجال القانونية. كذلك دعا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صواني رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل، مضيفا أن القرار التونسي يدفع رجال الأعمال في ليبيا للتخوف من التعامل مع الجانب التونسي. هذه المستجدات عادت للواجهة عدة ملفات عالقة ومعقدة بين الجانبين التونسي والليبي، كموضوع الأرصدة المجمدة والأموال المصادرة وكذلك ممتلكات الليبيين المحجوز عليها في تونس، كما أعادت الحديث عن المعبر الحدودي معبر رأس جدير بين تونس وليبيا والذي يعد أهم شريان اقتصادي بين البلدين، حيث تسارع تونس بإغلاقه لأسباب عديدة وهو ما أزعج الجانب الليبي. ومن جملة الملفات العالقة بين تونس وليبيا ملف تأمين الحدود، وسبق للحكومة الليبية أن صرحت بأن أي إجراء يخص تأمين الحدود بين البلدين ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين، وأن أي إجراء أحادي لا يحقق الاستقرار والأمن المنشود. وتعتبر الحدود التونسية الليبية منطقة رخوة تسمح بتهريب البضائع والبشر وتسلل الإرهابيين ونشاط الجماعات المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة. في نفس تقريبا هذا السياق، سياق التوتر، أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا بعد أن فتح من جديد وبشكل مفاجئ ملف ترسيم الحدود البحرية والحقوق في حقل البوري النفطي الواقع في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط قرب الحدود المشتركة مع ليبيا. ورغم الزيارات المتكررة للمسؤولين في كلا البلدين لتجاوز المشاكل الطارئة ومحاولة معالجتها، ولازالت الأسباب قائمة والخلافات تتعقد يوما بعد يوم وتصبح مركبة بحكم تداخلها مع جملة التطورات شدوى الساحة، ينضاف إليها تعقيدات المستجد الإقليمي والدولي وحالة الاصطفاف الذي أصبح يسيطر على مواجهات السياسة الخارجية لعدة دول. نرحب بضيفنا من تونس الأستاذ بشير أجويني الباحث في القضايا الإقليمية. أستاذ بشير أهلا بك. إن شاء الله أستاذ بشير معنا. أستاذ بشير أجويني الباحث في القضايا الإقليمية والمختص في العلاقات الليبية التونسية، أهلا بك أستاذ بشير. أستاذ بشير معنا، هو معنا ولكن في انتظار أن يصلنا الصوت بشكل أوضح. على كل أجدد التذكير بجملة محطات وترت العلاقة بين تونس وليبيا في السنوات الأخيرة. العلاقات بين تونس وليبيا بعد ثورات الربيع العربي، ثورة 14 من يناير 2011 في تونس وأيضا ثورة 17 من فبراير في ليبيا، كلا الثورتين أسقطتا رؤوس السلطة زين العابدين بن علي في تونس ومعمر قذافي في ليبيا، ولكن جميع المتابعين في تونس وفي ليبيا السياسيين الأحزاب توقعوا بأن العلاقة ستكون يسيرة سهلة بين السلطة وواقع سياسي أتى من رحم ثورة، ولكن يبدو عكس ذلك خاصة في السنوات الأخيرة. كثرت المشاكل عليها علاقة بالمسائل الأمنية الاقتصادية، مسائل العلاقة بالأموال خاصة المصادرة ومحجوز عليها في تونس، إضافة لممتلكات ليبية في تونس محجوز عليها. هناك اتهامات لشخصيات ليبية بأن تبيض المال وتمول الجماعات الإرهابية. عدة مشاكل بين الجانب التونسي والليبي أعاقت سيولة الحياة الاجتماعية وخاصة التجارية والاقتصادية بين البلدين. تونس تعتبر ليبيا
فضاء رحب للتحرك للبضائع التونسية، وأيضا الجانب الليبي يعتبر تونس هي ملاذه الأول في تقديم الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والاستشفائية. أجدد الترحيب بالأستاذ بشير أجويني الكاتب والباحث المختص في القضايا الإقليمية. أستاذ بشير أهلا بك من جديد. مساء النور، تحية لك سيد محمد ولكل المشاهدات والمشاهدين. إذن اعتقال رجل الأعمال الليبي أعاد من جديد الحديث عن هذه الأزمة أو هذه الأزمات المتكررة والمتجددة بين تونس وليبيا. في تقديرك أولا، دعنا نبقى في تفصيل هذه القضية لو عندك عليها بعض التفصيلات أو الإضافات، يعني الجانب الليبي يقول المسألة لا تستحق بطاقة توقيف دولية حتى تعتقل السلطات السعودية وتونس تطالب باستلامه، هل من تفاصيل في هذا الموضوع؟ يعني هي الحقيقة هذه قضية مرقدة ومعقدة، ولكن ما رشح منها إلى حد الآن من المصادر أنه كما ذكرت أنه سواء نوعية المبادرات التجارية أو رقمها أو طبيعة الأشخاص الذين قاموا بها سواء ما بين تونس أو ليبيا ليس فيها وفقا لعدد من المصادر ما يثير الريبة، ولكن أعتقد أنه ما حصل سواء من الجانب السعودي أو ما تم التصريح به من النائب العام صديق السور في ليبيا وأيضا ردة الفعل في تونس تبين أنه هناك بعض الإخلالات التي قد لا تكون جوهرية وفقا للمتابعين، ولكن هناك بعض الإخلالات ونقص في التنسيق ما بين السلطات في الثلاث بلدان لاعتبارات متعددة. ولكن خلينا نرجع ونقول على الأقل فيما يهم تونس مسائل متعلقة بمجلة التصرف التي هي يعني معناها من الستينات أو آخر الستينات أو السبعينات، والمسائل المتعلقة بالتحويلات المالية وغيرها، أعتقد أنه مسائل قابلة للمراجعة حتى يتم تنقية مناخ الأعمال، وخلينا نقول أيضا إرجاع العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية إلى العلاقة التي كانت عليه. هذا فيما يخص هذه القضية بشكل خاص، ولكن ممكن فيما بعد نتحدث على العلاقات الاقتصادية التونسية سواء في هذه العشرية أو قبلها أو بعدها وتأثرها بمجمل العوامل الحافة بها سواء معبر الزدير وذهيب المعبرين اللذين يجمعان تونس بليبيا أو غيرها من العناصر الأخرى المؤثرة في هذا المجال. أستاذ بشير، ما حقيقة هذه الأزمة؟ البعض يصفها بأن أزمة صامتة، ولكن عمليا هي ليست صامتة، الأزمة تحدث كثير من الضجيج عندما يغلق معبر راس جدير، عندما يتم اعتقال رجل الأعمال الليبي، يعني ما يتم لحد الآن عدم البدء في أي شكل من الأشكال الإجرائية في علاقة بالأموال المجمدة والأرصدة المجمدة والممتلكات المحجوز عليها. ما الذي يقع حقيقة؟ نريد أن نفهم، يعني من المفروض العلاقة تكون سلسة يسيرة. يشوف هو دائما في العلاقات الدولية هناك طريقين في رؤية الأمور والأشياء، إما من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، من المركب إلى المعقد أو من المعقد إلى المركب. من الحقيقة تنطلق من معاينات ميدانية، وأنا شخصيا يعني زرت معبر زدير مرات أكثر من أني نحصيها، والمناطق الجنوبية سواء حدودنا التونسية أو الحدود مع الشقيقة ليبيا. أنا أكد لك سيد محمد أنه الآن بعد أكثر من 100 يوم من إغلاق هذا المعبر أن الوضع مأساوي في جانبي الحدود، ولا يغرك هذا الكلام اللي نشوفوه في وسائل التواصل الاجتماعي من قلة قليلة ولكنها للأسف الشديد صوتها مرتفع في البلدين، تطالب بغلق هذا المعبر وتطالب يعني طلبات شعبوية متطرفة من الجانبين. في كل شعوب هناك تطرف، ولكن التوانسة والليبيين، الشعب التونسي والشعب الليبي يعرف جيدا أهمية هذه المعابر وأهمية التبادل التجاري الحاصل في الماضي والذي هو معطل الآن لأسباب سنتحدث فيها فيما بعد، ولكنه سيعود شاء البعض أو أبوا ذلك. يعني خليني أذكر أيضا بأن إدارة العلاقات التونسية الليبية تحتاج إلى أكثر عناية، لأنه أنا أتحدث بمنطلق الأرقام وهي كثيرة، وأنا الحقيقة وثقتها بشكل كبير في هذا الكتاب، وسأذكر يعني رقم وحيد، يعني عدد الشركات المصدرة التونسية التي تشتغل على ليبيا كان عام 2000
واحتاج بعد الثورة تقريبا حوالي 1240 شركة في سنوات لاحقة، يعني تقريبا قبل عدد من السنوات كان في حدود 819 شركة، يعني فقدنا تقريبا ثلثي الشركات التونسية المصدرة التي تشتغل على ليبيا. وكما قلت لا أريد أن أرهق المشاهدين باستعراض كل هذه الأرقام، ولكن هذا فيه دلالة أن ليبيا كما قلت في الكتاب هي ليبيا عميقة وتحتاج أن ننظر إليها بأكثر عمق. ليبيا ليست فقط معبر الزجير الذي يلخص عند بعض يعني الفاعلين من الجانبين في جانب أمني، هو ليس جانب أمني، صحيح أن الجانب الأمني مهم، ولكن معبر الزجير هو شريان حيوي اقتصادي، معبر الزجير هو يعني قناة حيوية تتغذى منها آلاف ومئات العائلات وعشرات المدن من الجانبين التونسي والليبي. ما ينتظره التونسيون والليبيون من القيادة السياسية ومن التنفيذيين في البلدين هو الاستجابة لطموحاتهم. هنا ندب لسؤال معبر ندب لسؤال أستاذ بشير، ما الذي يعيق الجانب التونسي وما الذي يعيق الجانب الليبي للذهاب إلى تسويات للتفاهمات؟ لماذا الرئيس صعيد مثلا يطرح موضوع الجرف القاري من جديد مع أنه هو في وجهة، ولكن ممكن أن يطرح بشكل لا يعطيه كل هذه الصبغة من الحساسية؟ ثم أيضا لماذا هذا التعنت الليبي في التعاطي مع بعض الطلبات التونسية؟ يا أخي تونس تريد ليبيا مدانة لتونس بملايين الدولارات في علاقة بالاستشفاء والمصحات، لماذا ليبيا لا تذهب في تسوية هذا الملف؟ يعني شوف، أنا الحقيقة تتنزل كل هذه الطلبات سواء من جانب ليبيا أو جانب التونسي، أعتقد أنها تتنزل في إطار قد لا يكون هو الأنسب. نحن ما نطرحه هو علاقات تونسية ليبية في إطار من التكامل أو المشترك، يعني لا يكون فيها يد عليا ويد سفلى، لا من الجانب التونسي ولا من الجانب الليبي، لأنه هذا هو الاقتصاد. الاقتصاد هو منافع متبادلة ومشتركة، لا فضل فيها لأحد على أحد، رغم أن المحطات التاريخية الكل تقول أن التوانسة والليبيين كلما صار ضيم من هذا الجانب أو الجانب الآخر وجدوا يعني ملجأ عند بعضهم البعض، أن هناك بعض الطبقة السياسية، أن هناك بعض المتنفذين البارونات من الجانبين لا يناسبهم ولا لا يروق لهم أن يكون هناك هذه السلاسة في التعاون، وأنه يكون هناك يعني خلينا نقول تعاون مشترك ويؤتي بثمار تنفع البلدين، هذا أمر آخر. القيادة السياسية كما قلت هي مفترض أنها تنظر إلى ما يكون له مصلحة الناس أقرب، يعني بكل المقاييس سواء القانونية أو السياسية أو المنطقية الطبيعية الميدانية، إغلاق معبر بمثل أهمية رأس جدير سواء من ناحية تدفق السلع أو البضائع أو الأموال أو غيره لمدة تفوق 100 يوم هو أمر غير مقبول بأي تعلم من التعلات. نستمع كثيرا حول الحارات وزيادة يعني عدد الممرات من الجانب الليبي ومن الجانب التونسي، نرى كثيرا من الاجتماعات، مهمة الاجتماعات التنسيقية وخاصة لما تكون على الميدان بعيدا عن المكاتب الوثيرة، ولكن المواطنين البسطاء من الجانبين التونسي والليبي طلباتهم بسيطة، أنهم يمروا بشكل آدمي يحترم حقوقهم كمواطنين وكناس يعني مواطنين محفوظين الكرامة في طيب البلدين. أستاذ بشير، هذا على المستوى الشعبي أو هذا على المستوى الشعبي أستاذ بشير هذا على المستوى الشعبي، أنا فقط نعم. أريد أن أذهب إلى على يعني الأقل ما يرجح من بعض المكاتب المغلقة أثناء الاجتماعات بين الطرف الليبي والتونسي. الكثير يقول بأن الطرف الليبي يتعامل بعلوية عند الحديث مع الطرف التونسي باعتبار أنه هذا الطرف يملك الإمكانات المالية وأنه يستشعر بأن تونس في حاجة إلى الأموال الليبية وتدفق المالي الليبي، في حين أمام هذا الموقف سلطة قيس سعيد أصبحت تتعامل بعناد، يعني لا يمكن أن يعني مسك من اليد التي تؤلم، أنا صح في حاجة للتمويل ولكن أيضا هناك ملفات يجب حلحلتها، هل هذا التوصيف دقيق؟ شوف، هو سيادة كل بلد من البلدين هذا أمر غير قابل للنقاش سواء في فتح المعبر أو إغلاقه. خليني نرجع ونذكر أنه في 14 مارس لما أغلق المعبر قبل أكثر من 100 يوم أغلق لأنه هناك بعض الإشكاليات من الجانب الليبي
وليس للجانب التونسي أي دخل ولا ناقة ولا جمل فيها. هذا أولا. ثانيا أن تونس ليس لها دخل، هذا لا يعني أن تونس غير معنية بفتح المعبر في أقل في أقرب الأوقات الممكنة وبأقل الخسائر الممكنة للجانبين، لأنه كيما هناك خسائر من الجانب التونسي هناك خسائر من الجانب الليبي، هذا أمر لا يمكن أن يعني إلا الإقرار به، سواء تحدثنا على المرضى سواء تحدثنا على بعض المواد التموينية التي تمون بها تونس ليبيا رغم وضعها الاقتصادي الصعب، سواء في المسائل المتعلقة بالمواد الغذائية أو الطبية أو شبه الطبية أو الكوادر أو غيره، هذا أعتقد أنه مسألة مفروغ منها. كما أيضا من الجانب الليبي هناك عدد من المواد الكهربائية وغيرها اللي تستفاد منها تونس. مرة أخرى نقول أن هذه التبادلات ليس فيها يد عليا ويد سفلى، هي تبادلات متاع وين وين، رابح رابح، خاصة أن كل هذه المناطق الحدودية والسلطات في البلدين تعلم جيدا أن الشريط الحدودي بعمق 200 إلى 300 كيلومتر في البلدين هو يعيش لا أقول أساسا ولا بشكل حصري ولكن بشكل كبير جدا على التبادل التجاري التونسي الليبي. هل أن السلطات في البلدين النظامين في البلدين مقبلين على أنهم يتجاهلوا كل هذه الأصوات التي تبدأ بتحركات احتجاجية وتبدأ ب يعني أصوات ناقدة من هنا هناك، كما نتحدث مرة أخرى 100 يوم من إغلاق المعبر وتواتر حول البارح أيضا وقبل يومين إغلاق معبر ذهيبة لأسباب لا أقول انتفاضة ولكن لأسباب اجتماعية وخلافات اجتماعية بين البلدين، أعتقد أنه من مصلحة البلدين والنظامين أنهم يستجيبوا لهذه الأصوات، لأن هذه أصوات جادة وهذه أصوات متاع ناس أصبحت عندها حاجة ملحة للعمل وحاجة ملحة لعودة النشاط الفعلي النشاط الاقتصادي بين البلدين، خاصة وهذا أعتقد أنه لا أقول شيئا جديدا عندما أقول أن الدولتين في البلدين في الشريط الحدودي لم يقدم المنتظر منهما في الجانب التنموي والتنمية المكانية. هذه نقطة مهمة جدا وأنت تتحدث أستاذ بشير، هذه نقطة مهمة، ليس هناك جانب اقتصادي، هذه نقطة مهمة وأنت تشير إلى الجانب الاقتصادي تشير إلى المنطقة الحدودية وغياب التنمية. على كل كثيرة هي الملفات العالقة والمعقدة وأيضا تتعقد يوم بعد يوم، للأسف الوقت دهمنا، ولكن أيضا هناك مسألة الاستفتات الإقليمية العلاقة مع دول الجوار، عدة مسائل معقدة يعني تجعل العلاقة بين تونس وليبيا يوم بعد يوم في بعض من ناحية التوتر. على كل أشكرك أستاذ بشير جويني، كتابك مهم جدا على فكرة ليبيا العميقة لمن يريد أن يطلع على بعض التفاصيل في العلاقة الليبية التونسية أو أيضا في دور ليبيا ووقعها في المنطقة المغاربية. أشكرك أستاذ بشير جويني الكاتب والباحث المختص بشأن المغاربي. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية محطات مغاربية لهذا الأسبوع، شكر زملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم على حسن المتابعة، نلتقيكم في أمان الله.